كوقت بدل ضائع لنهاية المقابلة. دائما تقدم فريق الشمالكي بهدف حسن بوزكار، هذه محاولة في اتجاه المدير الباسر، المدير الباسر رشيد عمال غادي على مستوى الهجوم، هذه مرار جواد نعم ملكي و... أظن أنه بعد لكاب خلال نعم ضربة خطأ يعني ضد اللاعب البسل المهدي البسل. أن المثير للدهشة هو الإيقاع باش كتمشى الفروق المغربية، إيقاع إذا كانوا مهاجمين كيحسنوا استغلال ديال الكرات اللي كتجي من عندها، ولكن كيبقى التبادل ممتاز. هذه الكرة في اتجاه اللاعب مهدي البسل رشيد عمار غادي يسدد وتدخل آخر المطاف ديال محمد أمين البرقادي. هذا يعني طريقة التنويم بالفعل نعم كيرجعوا الكرة للوسط اون باس دو باس ولا غولونس وهذا هو اللي كيجعل باش ان لاعبي الوداد الفاسي ما فاطليش لهذه المساله هذه، بمعنى ان في الوقت فاش كتمرر واحد ثلاثه التمريرات ما بين اللاعبين ديال الجيش الملكي وكاننا نتفرج في الاخر ولا نريد القيام بالمهام المنوطه بنا. الشيء اللي ممتازه ودي في الدخل حسن نعم حسن بويسكار هو اللي دخل قطع الكره مراد فلاح او المهدي الباسل عفوا لعاب في هذه المسائل تبادل كروي جميل بين عاصم فريق الشمالكي المدير باسل المدير باسل لقيت وغات مرار لان ما كيحسنوش الرقابه المدافعين ديال الوداد الفاسي ما كيحسنوش الرقابه خاطئه عند خطأ. رجل المقابله بقلال ما كاينش تسلل المدير باسل بمفرده المدير باسل ايضا تدخل ديال بقلال لكن عازم انس وكانت تمريره من المهدي الباسل اللي عطاها الاتجاه صوب بقلال نعم مهدي الباسل مهدي الباسل وشكيلات كل ما خرجاتش هناك شكيلات في التغطيه مهدي الباسل كان الاسرع عند لاعب مديحي مهدي الباسل مهدي الباسل جاو جوج اللاعبين غادي يسدد كان اكثر ذكاء لانه شاهد البرقادي خارج لا ما نساوش بانه هو كيجري بالكره نعم كيقرا الوضعيه شاف بان الحارس خارج شويه وشاف بان المدافعين حتى واحد مجال عنده وحاول انه يدير هذه المبادره نعم. كانت حسنه مع الاسف ان نقاط الانتشار ديالهم طريقه الانتشار ديالهم جيد نقاش المهدي الباسل الباسل في اتجاه جواد خطيره محاوله ممتاز تسم في اللاعبين ديال الجيش اكثر ما كتسم في اللاعبين ديال الوداد الفاسي اللي هما منهزمين كره ما خرجاتش مهدي الباسل تدخل مديحي اتجاه مهدي الباسل مهدي الباسل بمفرده خروج